بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات جميعا من كل مكان في هذه الأمسية وهذه الندوة التي سنحلق فيها مع المهندس علي آل بنهار حول عدة مواضيع تتخصص يعني حول موضوع إدارة المشاريع الاحترافية البي ام بي، وحول إدارة الفرق عن بعد وكيفية إدارتها وكيفية الأدوات المستخدمة في هذا المجال. والمهندس علي هو طبعا متخصص في هذا المجال منذ فترة طويلة وعنده خبرة كبيرة في هذا المجال، وفي البداية نرحب فيه في هذه في منصة تزامن، هذه المنصة التي تقدم لكم كل جديد ومفيد في شتى المجالات في شتى العلوم، سواء في مجال التعليم في مجال الإدارة في أي المجالات. ممكن أي شخص يشاركنا أو يساهم معنا في تقديم هذه الندوات. ندوة اليوم قد تكون يعني نوعا ما مختلفة قليلا، الأستاذ أو المهندس علي لن يكون هو الذي سوف يستأثر بالحديث في هذه الندوة، فراح يكون يعني حوار يعني بيني وبين المهندس علي، وبرضه أنتم إذا كان لكم أي أسئلة أي حوار سواء أثناء الندوة أو في نهاية الندوة ممكن يكون فيه نقاش فيه مداخلات في هذه الندوة لإثراء هذه الندوة بإذن الله. نحاول نحن نغير أسلوبنا في تقديم هذه الندوات بحيث أنه ما يكون شخص واحد أو المتحدث الرسمي هو الذي يكون يعني يقدم الندوة كاملة، يكون فيه نقاش وحوار تتحول إلى ورشة عمل، إلى يعني تفاعل أكثر بين المتحدث والحضور والمشاركين ومقدم الندوة. المهندس علي في البداية نرحب فيك وحياك الله في منصة تزامن. أول شيء ودنا نتعرف عليك وتعرف الزملاء والزميلات اللي حاضرين معنا في هذه الندوة، فتعرفنا بنفسك وعن خبراتك في هذا المجال، الله يعطيك العافية، تفضل. الله يحييك ويحيي المستمعين الكرام، تسمعوني واضح؟ واضح الصوت؟ نعم واضح. طيب جميل، الله يحييكم. أخوكم علي مبارك البنهار، مدير مشاريع بجونز هابكنز أرامكو بالظهران. كما ذكر أخونا محمد في هذا المجال لي باع طويل في هذا الأمر، ولعلي أبدأ أنه عام 1439 للهجرة، عام 2010 عندما كنت مديراً لمشروع دراسة الجامعة السعودية الإلكترونية بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد تحت إدارة البي ام او، قررت إدارة المركز حينذاك بتنفيذ فعالية المؤتمر الدولي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بنسخته الثانية بالرياض. ففعلياً تم التخطيط لها وبناء على الأهداف المنشودة، وكذلك بناء اللجان المعنية لتقوم بالمهام المطلوبة ليخرج المؤتمر بالشكل المطلوب. فتم إنشاء اللجان وتم تسليم إدارة البي ام او مهام لجنة التسويق والمعرض، وكنت حينها عضو في اللجنة، وكان نائب رئيس اللجنة التسويق والمعرض زميلي سامر، وكان رئيس اللجنة مدير الإدارة. كان موعد انطلاق المشروع بعد رمضان يعني عام 2010. خلال شهر رمضان أصيب أخونا سامر بحادث سير مؤلم، فكان سبب في أخذ إجازة مدتها 6 أشهر، وكان جدا جدا متحمس لهذا المؤتمر، ولكن للأسف حالة بينه وبين هذا الأمر، فاضطروا الإخوان أنهم يسلموني كنائب رئيس لجنة التسويق والمعرض. في هذه القصة، فكان قبل الحدث يعني هذا الحدث الأول. الحدث الثاني كذلك أنه بأسبوع كان المطلوب من اللجنة بأن يتم تجهيز المعرض وواجهة المركز بالفيصلية، مما اضطرنا بأن نكون يعني متواجدين بالمقر 24/7 طيلة أيام الأسبوع، فهذا يعني أنه لازم نسكن بالفندق، فهنا زيادة تكاليف الحدث. وليس هذا فقط، حتى مشروع الدراسة الجامعة السعودية الإلكترونية توقف بسبب أن هذا المهمة يعني لازم نكملها فول تايم، فتوقفت جميع المهام موظفي المركز. فبسبب هذا الحدث والحضور والتواجد الدائم بالمقر
حتى انه كان يعني اثر علينا كثير. واذكر قام وكيل وزاره الشؤون التعليميه المكلف حين ذاك الدكتور محمد العوهلي طلب مني شخصيا تجهيز تقرير الوزير عن الجامعه الالكترونيه، فما استطعت صراحه. فسالت نفسي، قلت ليش هذا كله؟ ليش حنا الحين وصلنا لهذا الحد؟ يعني ايش ما يكون حينها، بما اننا نتوجه او نتجه نحو التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، ليش ما يكون هناك اداره حدث عن بعد؟ ليش يعني بخلال اداره الحدث عن بعد حتى اخونا سامر يقدر يدير الحدث وهو في بيته؟ جميل جميل. فبالفعل قررت حينها ان اتجه نحو هذا المجال الجديد ومعرفه الطرق والاليات والادوات الرقميه يعني التي تساهم في انجاح الحدث باقل التكاليف الماليه والمواد البشريه، ونحقق الهدف المنشود من انشاء الفعاليه او الحدث. اي مهندس علي، تخصصك تحديدا في ايش؟ سم تخصصك تخصص تخصصي في اداره المشاريع تقنيه المعلومات ماجستير. طيب عملك الحالي اللي هو في جوبن اعتقد في ارامكو، هل له علاقه الان باداره الاحداث يعني واداره الاحداث عن بعد، ولا عباره عن مشاريع مستقله مصاحبه العمل؟ عباره عن مشاريع مستقله في هذا المجال. لعلي انه انا بما انني مهتم في اداره الحدث عن بعد يعني وهبت نفسي لهذا الامر، فوجدت انه فيه توجه كامل، وكذلك مع الرؤية 2030 في إدارة الحدث. وجدت أنه إدارة الحدث عن بعد يعني أداة يعني شيء يتطلب من كمدراء المشاريع أن يتوجه لهذا الأمر لأهميته. فوجدت أن هذا في الساحة إدارة الحدث عن بعد قليل من يجيد هذا الموضوع، قليل جدا. جميل. بعضهم يرى أنه إدارة الأحداث بشكل عام أنها يعني فيها صعوبة إدارة الأحداث وهم على أرض الواقع، يعني مثلا حدث سواء كان مؤتمر أو يواجهون بعض الصعوبات وبعض المشاكل وهم يعني موجودين في فريق واحد موجودين في مكان واحد، فما بالك لما تكون إدارة الحدث خاصة إذا كان حدث كبير كمؤتمر يحضره آلاف الأشخاص أيا كان هذا الحدث، يعني فإدارة الحدث عن بعد ما بتزيد الموضوع هذا صعوبة أم أنها راح تسهل الموضوع؟ خلال بحثي في هذا المجال وجدت أنه كنت يعني من خلال البحث كنت أبحث عن منهجية تساعدني في إدارة الحدث عن بعد، فكان في كثير من البحث وسؤال أهل الخبرة في هالمجال، فوجدت فعليا أن إدارة المشاريع البي ام بي من افضل المنهجيات التي تساعد في اداره الحدث سواء عن بعد او يكون تزامن يعني فيس تو فيس او وجودك مكان الحدث. فاداره المشاريع، لعلي بس اذكر الاخوان يمكن اداره المشاريع عشان يعرفونها اكثر، فلعلي انطلق منها فقط. تفضل. جميل. فاداره المشاريع مثلا يعني لماذا اداره المشاريع؟ فأي شركة أو فرد لديهم خطط وأهداف ترسم الوصول يعني إليها وفق مثلاً أنماط ومعايير معينة، وغالباً هذه الأهداف مثلاً في الحدث مثلاً متولدة من خطة استراتيجية كما في المؤتمر الدولي للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، فكان في خطط استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف. وكذلك من خلال الصعيد الفردي، يعني أن الفرد مثلاً يخطط ومشاريع مختلفة الأصعدة سواء تجارية أو تربوية. والذي يهمني أكثر فشل الحدث أو فشل المشروع مو معناه أنه الاعتقاد السائد المسمى الفشل أنه يطلق على المشروع الذي لم يكتمل، لا، يعني فشل المشروع مثلا إذا تأخر الضيف في إدارة الحدث، إذا لم تتم الرعاية المنشودة للحدث، إذا في تجاوز الميزانية، إذا حصل تعديل على نتائج الحدث، أو مثلا إذا كانت الجودة سيئة. فهنا يذكر هذه من ضمن الأشياء التي يقال عنها أن فشل المشروع أو يعتبر من الأمور التي لم يحقق المشروع أهدافه. فماذا قام معهد إدارة المشاريع البي ام اي؟ هي أول شيء منظمة غير ربحية مهتمة بعلم ممارسة إدارة المشاريع، تأسست عام 1969 موقعها بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. قامت المنظمة
بوضع منهجية قياسية على أسس عالمية فتسعى للمهتمين في إدارة المشاريع في إنجاح مشاريعهم ضمن إطار الوقت المحدد، وهذا يهمنا مثلا في الحدث، الميزانية المرصودة للحدث، نطاق العمل المطلوب، ما الذي تريده من الحدث، ورضا أصحاب المصلحة أو العلاقة المهتمين، الحضور، الضيف، الشركاء، وكذلك في ظل تحقيق الجودة المطلوبة، ولازلنا في مسار الحدث. فحتى أنت تشوفون الكتاب هذا اليسار، هذا الكتاب الدليل المعرفي لإدارة المشاريع الطبعة السادسة، وهذه المنهجية يعني وضعت 49 عملية إدارية يعني مهمتها في الضبط، وتتوزع أثناء فترات المشروع، يعني في البداية والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وإخلاق المشروع للحدث. فالحدث كما نعرف له بداية ونحتاج إلى تم. الله يعطيك العافية. حنا يمكن الذي أشتهر عن هذه الشهادة أو هذه المنهجية، منهجية إدارة المشاريع، إنها غالبا متعلقة بالمشاريع البنية التحتية، بالمباني، بالمشاريع الهندسية، بالمشاريع التقنية. لكن أول مرة بالنسبة لي يعني أسمع أن لها علاقة برضو في إدارة الأحداث، في الأمور الإدارية كإدارة حدث معنوي. فما أدري هل من ضمن منهجية هذه، يعني هل تطرقوا لموضوع إدارة الأحداث، أم أنك أنت يعني طوعت هذه المنهجية لإدارة الأحداث سواء كانت بشكل مباشر أو عن بعد؟ طيب، لعل هذا سؤال مرة جدا مهم، لعل أنا أسميها فلسفة في إدارة الحدث من منظور البي ام بي. جميل. دعنا هنأتي إلى الحدث. يتطلب الكثير من العمليات والمتابعة والتواصل والمراقبة والتحكم، معرفة الأهداف، وضع ميزانية ووقت محدد للتنفيذ والنتائج المطلوبة، وكذلك ضيوف الحدث والمطبوعات واستقبال الحضور. هذا كله هذا إدارة الحدث. طيب خلونا نقرأ إدارة المشروع. إدارة المشروع له تعريف، أنه حدث مؤقت له بداية ونهاية ويقدم منتج أو خدمة أو نتائج. طيب الحدث هل له بداية ونهاية؟ نعم. هل يقدم منتج؟ نعم. أو خدمة أو نتائج ملموسة؟ نعم. لا. فمن خلال إدارة المشروع في المنهجية، أنه البي ام آي موضع فلسفة البي ام بي، ذكروا أنه في كل شيء، حتى في حياتنا، حتى أنت على مستوى الفردي أو الصعيد الفردي، الصعيد الفرد أنه يستطيع أن يجعل من حياته كمشروع يقدم عليه. فمن هنا يعني انطلقنا أن الحدث عبارة عن إدارة المشروع. ممتاز. فهذا من خلال أن ذكرت أنه هناك علاقة بين إدارة الحدث وكذلك البي ام بي. طيب أستاذ مهندس علي، يعني ما مدى أهمية هذه إدارة المشاريع أو فلسفة إدارة المشاريع في الفترة الحالية، يعني وما يعني خاصة والرؤية التي تعيشها الآن المملكة العربية السعودية، رؤية 2030، ما مدى أهمية هذا الموضوع في تحقيق هذا الموضوع؟ تفضل. جميل. طيب لعلي نأتي مدى أهمية البي ام بي. أول شيء رؤية 2030، نحن الآن نعيش في مراحل البرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة. فأحببت أن التنويه إلى أهمية إدارة المشاريع يعني طريقة منهجية صحيحة تضمن تحقيق الرؤية وتطبيق البرنامج بشكل سلس يعني متكامل حسب الخطة الموضوعة والإطار الزمني المحدد كما ذكرنا تحت تعريف إدارة المشاريع. فيمكن نذكر يوم نوه الأمير محمد بن سلمان في المقابلة اللي أجراها مع قناة العربية، يعني حيث أشار أنه تبني مكتب إدارة المشاريع BMO، فالبروجكت مانجمنت أوفيس، وعبارة عن إدارة مركزية لإدارة وتقييم أداء المشاريع والمبادرات لمتابعة تنفيذ المشاريع، سواء كان في المجلسين الاقتصادي والأمني. فلعل أهم وظيفة لمكتب إدارة المشاريع هو العمل على ضمان تحقيق أهداف المنشأة الاستراتيجية. فمن خلال التأكد أن المشاريع المنبثقة من هذه الأهداف تسير وفق النتائج، يعني من مثلا الجدول الزمني، الميزانية المعتمدة إلى آخره، فهنا نقدر نتنبأ بنتيجة النهائية للمشروع. فهذه بخلال الرؤية. ثانيا دراسة قامت هذا بالنسبة للرؤية 2030. نأتي إلى دراسة قامت بها المنظمة البي ام آي، وقالت استخلصت هذه الدراسة على
لأن الذي يملك الشهادة البي ام بي يفوق زيادة مرتب مقدار 23% عن أقران الذي لم يحصل على الشهادة، وهذا شيء مهم. بما أني ولد البلد فأنا ما أقول 23، أنا أقول أكثر من 50% مجرد الحصول على الشهادة. كذلك يعني في تطوير ثلاثي، يعني لو أنها ستكسبك مهارات وخبرات واسعة، فمعناه أن إتقانك لهذه المهارة سيعينك على فهم دورك الرئيسي في قيادة أي مشروع، يعني مهما كان طبيعته وحجمه. حتى في الحدث، الحدث هنا تستطيع من خلاله أنك تستكسب، يعني ستكسب مهارات وخبرات واسعة ومعرفة من خلال تطبيقك لإدارة المشاريع. إدارة الاتصال، الاتصال في إدارة الحدث من أهم الوسائل في تحقيق الحدث هو إدارة الاتصال، من أعلى من رأس الهرم حتى آخر واحد. فالبي ام بي اهتمت في هذا الموضوع جدا، حتى أن جعلت من المجالات المعرفية. فمثلا يعني اللغة المستخدمة، اللفظي وغير اللفظي والمتزامن وغير المتزامن، وكذلك الرسمية مثل الاجتماع المعلن أو الغير رسمي مثل الحديث الجانبي الذي يحدث. فالبي ام بي وجدت أنه هذا من الأمر المهم جدا. أعطيك مثال في ضمن مشكلات التواصل الشائعة اللي موجودة الآن، مثلا خلنا أطبقها على إدارة الحدث، وحنا في خلال إدارة الحدث مثلا، وأقول عن بعد، أو أنه مثلا افترضنا أنك دخلت مكتب زميلك بالعمل وتسأل تقول لي ليش ما أرسلت هذا البريد الإلكتروني. فإنك تفترض أنت الشخص، تفترض أن هذا الشخص خلنا نسميه مثلا سامي، فتفترض أن تقول أن سامي يعرف أنه المفروض أنه يرسل هذا الإيميل، وتفترض أنت كذلك أن تقول أن سامي يعرف أنه متى كان يفترض به إرساله، ويمكن أن تفترض بأنك تقول أن سامي يتفهم ماذا يفترض أن يكون بداخله. فهل الأمور والافتراضات صعبة جدا، وربما هذه من ضمن المشاكل التي تعيق التواصل؟ فالأمر بسيط جدا، تدخل على سامي تقول لي سامي هل أرسلت ذلك البريد الإلكتروني، فيقول سامي أي بريد، فتقول له تذكر يا سامي يوم تحدثنا أمس في الموضوع تأكدت من إمكانك القيام بهذا، فقال سامي مثلا إيه أتذكرت بأرسلك يا منذ بضع دقائق لقد أرسلت لك يعني. فمن هنا الاتصال مهم جدا في إدارة الحدث، فهذا يحضرنا أهمية الذكاء التفاعلي كذلك، والذي يعتبر من أهم المهارات الشخصية الآن، ويسميها soft skills في هذا القرن، أصحاب العلاقة في إدارة الحدث، الحضور كذلك صاحب الشخصية الحدث أو اللي تحت رعاية من الضيوف، الجمهور. البي ام بي غطى في هذا المجال كبير، وحتى أنه وضع 4 عمليات لإدارة أصحاب العلاقة. فهذه العمليات تتيح لك يا صاحب يا مدير مشروع إدارة الحدث عن بعد بتسهيل الأمور والتعريف بأصحاب العلاقة، وكذلك تعتبر ثاني أهم عملية من العمليات 49 بالمشروع لأهميتها. نأتي لذلك إدارة المخاطر. أعطيك مثلا في المؤتمر الدولي للتعليم الإلكتروني عن التعليم عن بعد، كان توجهنا أن يكون تحت رعاية الملك عبد الله الله يرحمه حينذاك. لم نحصل على الموافقة، فذكر أحد الإخوان قالوا طيب يمكن يوافق آخر لحظة، فهذا يعتبر من ضمن المخاطر، لأن إذا وافق لازم نكون مستعدين لهذا الموضوع من طباعة، من حتى في الإعلام. فقررنا حينذاك بوضع رصدنا ميزانية بسيطة في هذا الأمر، وجهزنا كل شيء، وبالفعل يعني قبل الافتتاح بساعات أتت الموافقة. فهنا مخاطر لا تحدث إلا في المستقبل، وفي منها مخاطر إيجابية وفيها منها مخاطر سلبية. أعتبر موافقة يكون المؤتمر تحت رعاية الملك عبد الله يرحمه من المخاطر الإيجابية الذي وضعنا فيها رصدنا فيها ميزانية. فهالكلام اللي أقوله يجد انه إدارة المشروع البي ام بي من افضل المنهجيات عندما تقوم في إدارة الحدث. طيب مهندس علي، انت ذكرت من إدارة التواصل وإدارة اصحاب العلاقة وإدارة المخاطر، هذه كلها الاشياء هل تتم بشكل
يعني فيس تو فيس يعني وجه لوجه، أم أنها تدار بشكل إلكتروني، وخاصة إحنا نتكلم عن إدارة عن بعد أو إدارة الحدث عن بعد يعني. فهل هناك يعني أدوات للتواصل الإلكتروني مثلا؟ هل هناك برنامج متكامل لإدارة البي ام بي كامل؟ يعني ذكرت أن في 49 عملية، هل في برنامج مثلا إلكتروني يغطي هذه النقاط؟ معلش أنا يمكن لخبطتك في بعض الأدوات وزي كذا يعني. لعلي بس أنتقل بس بالنسبة في إدارة الحدث، أنا كما ذكرت لك البي ام بي في طبعتها السادسة أو في نسختها السادسة ذكرت إدارة الفرق عن بعد الفيرتشوال تيم. فيرتشوال تيم من أهم يعني الآن في المشاريع الكبيرة جدا، يعني صعب جدا أن تستقطب شخصية أو صاحب يعني موظف في أحد الدول يمتلك مهارة قوية جدا تستقطبه لمدة شهر وشهرين، يعني في تكاليف كثيرة. فمن خلال فيرتشوال تيم وهو خلاص هناك تستطيع أن تحقق الهدف من إتمامه للمهمة، يعني وهو هناك يعني في ديرته. فإدارة الحدث عن بعد إذا تريد نجاح إدارة الحدث عن بعد يتطلب منك أن تحصل على إدارة الفريق عن بعد. فوجود الفريق عن بعد يضمن لك نجاح إدارة الحدث. بالنسبة للأدوات الرقمية، فيه الكثير من الأدوات الرقمية اللي تساعدنا في هذا الموضوع، كثير جدا. يعني الآن نستخدم زوم. زوم نستطيع أن يعني نخرج بأكشن آيتمز في إدارة الاجتماعات، نستطيع أن نقوم بحل كثير من المشاكل، نستطيع حتى التواصل الاتصال الآن يعتبر من ضمن الاتصال. فمثلا في البي ام بي أول عملية تقوم فيها في إدارة الاتصال هي الخطة أنك تضع ما هي الأدوات التي سوف تستخدمها في التواصل مع الفريق. فتستطيع أن تقول نذكر مثلا زوم، تليجرام، طيب مثلا جوجل درايف لحفظ الملفات نستطيع منها الكثير. يعني ففي كثير من التطبيقات، ولكن يجب عليك كمدير أو مدير مشروع لإدارة الحدث عن بعد أن تضع هذه الرولز أو القواعد في البداية. فمثلا أذكر في أحد المبادرات كنا نتكلم هل نستخدم الواتساب ولا التليجرام. فكان بالنسبة للواتساب كان في مشكلة وأنا كنت معترض عليها كثير، لأن الواتساب عبارة يعني صار يستخدم للعلاقات الاجتماعية أكثر، فيضيع الأمر يعني. فمثلا لو عندك كم مهمة وعندك 20 أو 30 جروب هذه موجودة، فذكرت أن خلونا نروح على التليجرام لأسباب كثيرة. أول شيء أنه ما في أحد في التليجرام. الأمر الثاني إذا أرسل لك رسالة فأنت تعرف أن هذه الرسالة من المشروع أو من المبادرة، فما في عذر أنه تقول مثلا ما شفته والله أو ما دريت عن هذا الموضوع أو من كثرة الجروبات ما خلاني يعني أتأكد من أن الرسالة أتت. فهذه من ضمن الأشياء التي تضعها من خطة الاتصال. كذلك المهام، في عندي مثلا زوهو بروجكت توزع المهام ومن خلاله تستطيع أن تسوي ديستريبيوت للمهام لأعضاء الفريق عندك، ومن خلاله يؤدون المهام، وإذا انتهى من المهمة خلاص دان يعطيك رسالة استشعار أنه انتهى من هذه المهمة. ففي كثير أستاذ محمد في هالتطبيقات كثيرة جدا، ولكن ما الذي تريده؟ فيجب عليك في البداية أن تضع كما ذكرت في 3 عمليات لإدارة الاتصال: خطة الاتصال، إدارة الاتصال، ومراقبة الاتصال. فمراقبة الاتصال أن تتأكد، يعني مثلا إنسان ما عنده تليجرام فهنا مشكلة، كذلك مثلا ما عنده مثلا ما يدخل الجوجل درايف، فهنا يعتبر من ضمن المهام اللي يقومها بي ام بي هي مراقبة الاتصال والتأكد من فعالية التواصل بين أعضاء الفريق. طيب أستاذ مهندس علي، لو توضح بس يعني مفهوم الحدث، يعني ما هو الحدث؟ هل هو فقط مؤتمر أم شيء آخر؟ طيب علي أطلع من هنا. هنا مفهوم الحدث، الحدث عادة يكون أول شيء تحدد
أصحاب العلاقة الحدث، من المسؤولين عن الحدث؟ مثلا أعطيك مثال، خلنا أرجع لك. مثلا كان في عندنا حدث هنا في استقبال سمو أمين المنطقة شرق مجلس الإدارة، جمعية بناء وتسليم الأبناء مفاتيح سيارة تاكسي وتكريم الشركاء. عندما أقمنا هذا الحدث، فأول شيء أتى إلي أن الحدث هو يكون في وقت في بداية وفي نهاية، والهدف منه أنه يسمو الأمير يسلم المفاتيح لأبناء الجمعية. فهذا واحد. ثاني شيء في ميزانية، لأنه لازم يكون فيه عندنا فيه معرض، اطلاع معرض تعريفي، هذه ميزانية. طيب كذلك أخوانا في العلاقات أنه نقل الخبر للصحف والجرائد. كذلك من ضمن الأشياء في إدارة الحدث الأشخاص اللي بيحضرون الحدث وكيفية توزيع المهام بينهم. يعني مثلا لو تشوف عندي مثلا أعضاء مجلس الإدارة بلون، الشركاء بلون، الجميع يقومون يعني يشاركون في هذا المهمة جميعا. فإدارة الحدث عشان نحدث، أول شيء نشوف المتطلبات كما ذكرت. هنا عندي هنا كما ذكرت فيه تحديد أصحاب العلاقة، حددناهم، ثم نجمع المتطلبات. والله المتطلبات مثلا نحتاج أن يكون مثلا عندنا هدايا دروع للحاضرين. بعد ذلك نحدد النطاق. النطاق هذا ترى كل هذا من بي ام بي على فكرة. الثاني تحديد النطاق، يعني مخرجات المشروع. وش نبي من المشروع؟ والله نبي من المشروع توقيع اتفاقيات بين الشركاء، هذا واحد. طيب وش الأعمال لتنفيذ المشروع؟ مثلا نجهز الاتفاقيات. شوف الفرق بينهم. مخرجات المشروع هو توقيع الاتفاقية، الأعمال لتنفيذ المشروع هو تجهيز الاتفاقية. جميل. طيب تقسيم النطاق إلى حزمة أعمال. هنا مثلا تقسيم، مثلا قائمة الحضور، إرسال الدعوات، جدول أعمال الحدث، تجهيز العرض، هذه كلها حزمة أعمال، ترى مذكورة في البي ام بي. حزمة أعمال لا نستطيع منها قياس يكون قابلية للقياس، مثلا الوقت وكم يأخذ، لا لسه باقي. فيكون عندنا كذلك تحديد حزمة الأعمال إلى نشاطات أو أعمال قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس، مثلا الوقت كم يأخذ معنا، التكلفة، ما هي المهارة المطلوبة لتنفيذها. ثم ننطلق هنا، عندي هنا هذه المهام. فتاريخ المهمة هذه في البي ام بي نسميها define activities، تحديد المهام. فعندي تاريخ بداية المهمة، مدة المهمة، كم يحتاج، ما هي المهمة، من المسؤول عنها وحالتها. مهندس علي، لو تكرمت ممكن نتوقف بس 10 دقائق تقريبا نصلي العشاء، لأنه في ناس مناطق، أتوقع أن أنتم في الشرقية قد خلصتوا تصلون العشاء، صح ولا لا؟ انتهينا. حنا لسه باقي، خاصة مناطق الغربية، المنطقة الجنوبية لسه الآن نصلي. فيعني نأخذ بريك 10 دقائق إلى ربع ساعة بالكثير، وبعدين نرجع نكمل، لاني ما ودي اقطع حديثك، لان احنا الان بدانا في الجد زي ما يقولون، يعني في بدايه اداره ما قبل الحدث. يعني الان حنبدا في خطه ان احنا نجهز حدث كامل، فما ودي نقطع الحديث، نبدا بعد صلاه العشاء يعني بعد البريك من هذه النقطه ونكمل، بحيث ان احنا نبدا اداره ما قبل الحدث، ثم اثناء الحدث، ثم ماذا بعد الحدث. جميل جميل جدا. فعن اذنك يا مهندس علي، نتوقف لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة بالكثير، ثم نعود إليكم جميعا. شكرا لكم، لا تذهبوا بعيدا، نعود بعد الصلاة لمدة تقريبا 15 دقيقة بالكثير ونعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. عدنا إليكم مرة أخرى لإكمال الجزء الثاني من لقائنا هذه الليلة مع المهندس علي آل بنهار، حول مفاهيم حول إدارة الأحداث وإدارة المشاريع بمنهجية البي ام بي عن بعد. في البداية في الجزء الأول يعني ناقشنا بعض المفاهيم حول مفاهيم إدارة المشاريع، مفهوم إدارة البي ام بي، ونكمل معه ما بقي من هذه الليلة. فيتفضل المهندس علي ليكمل هذه الندوة. تفضل يا مهندس علي. شكرا لك أخوي محمد. لعلي في نقطة مهمة جدا أذكرها للأخوان والأخوات بخصوص إدارة الحدث. في إدارة الحدث في أمثلة كثيرة، مثلا المؤتمرات، الفعاليات، إقامة المعارض، ففي عوائد اقتصادية ضخمة صارت العام الماضي، يعني في يعني بلغت مثلا أتوقع 10 مليارات ريال سعودي، فتتمثل يعني في إنفاق مباشر من قبل السياح والزوار المشاركين في فعالية الأعمال. أذكر أنه في تقرير عالمي معتمد، تقرير المجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات، ذكر أن المملكة استثمرت أكثر من 6 مليارات ريال في صناعة المؤتمرات حتى عام 2020. يعني جميل، هذا يعطينا مؤشر أن إدارة الحدث مهم جدا 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 في المملكة وكذلك الرؤية. الأمر الثاني أنه فيه مزيد من القفزات الخطوات التي تعكس تفاؤلا، فالبرنامج يعني مثلا يطمح أنه يعني رخص أكثر من 8758 فعالية أعمال حضرها 5 ملايين زائر العام الماضي. فهذا الأرقام اللي تعطينا كذلك يعني مثلا أنه بلغ عدد السجلات التجارية 539 سجلا تجاريا، فهل الكم الضخم يحتاج إلى ناس تدير هذا الحدث؟ سجلات في مجال صناعة المؤتمرات، يعني في تنظيم صناعة المؤتمرات، نشاط المعارض والمؤتمرات. أيوة. فهذا هذا في عام واحد ولا إجمالي؟ لا، هذا العام عام واحد بس. هذا عام واحد. عام واحد. جميل. فمثلا إنه هذه الصناعة ترى ترتبط مرة بمبادرات التحول الوطني، فهي تحقق الرؤية 2030. فهذه الصناعة ما تمارس ارتجالا، هذه تمارس بإدارة حدث، إدارة مبنية على منهجية واضحة. فإدارة الحدث مو معناه أنه لازم نكون موجود أو متواجد بالمقر حتى عن بعد. فذكرت أنه عملنا الكثير من هذا الأمر عن إدارة الحدث عن بعد، فوجدنا في نجاح باهر في هذا الموضوع. فلعلي أرجع للشريحة اللي ذكرناها سابقا في إدارة الحدث. فكما ذكرنا، إدارة الحدث فيه ما قبل وفيه أثناء الحدث وفيه بعد الحدث. فإحنا الآن متفقين أن الحدث بناء على منهجية البي ام بي نقوم بإدارة الحدث. طيب نأتي إلى، خلنا بس أعيد ما ذكرت عن فلسفة إدارة الحدث. منظور أن أول شيء نحدد أصحاب العلاقة، ثم نجمع المتطلبات، ثم نحدد النطاق، ما هي مخرجات الحدث. إحنا خلاص اتفقنا أن الحدث هو مشروع له بداية وله نهاية ويعطينا مخرج. فمخرجات المشروع من هذا الحدث، مثلا هذا المؤتمر ماذا نستفيد منه، والأعمال اللي نفذ المشروع مثلا المطبوعات، البروشورات، جدول العرض، أمور كثيرة. ثم نقسم هالنطاق إلى حزمة أعمال، ثم نحدد حزمة الأعمال إلى نشاطات. طيب ليش نحددها إلى نشاطات؟ لأنه من خلال النشاطات والأعمال التي قابلة للقياس نستطيع نحدد الفريق، يعني كم تبغى، كم عدد أفراد الفريق. طيب إذا حددت عدد الأعداد، ما هي المهارات التي تحتاجها؟ مثلا مصمم، أحتاج إلى مصمم واحد ولا اثنين، فبناء على المهمة التي تعملها. جميل. طيب خلونا ما قبل الحدث أصحاب العلاقة بالمشروع.
احنا الان ما قبل الحدث، واتفقنا ان اصحاب العلاقه بالمشروع هذه من ضمن الادارات التي تهتم فيها البي ام بي. عندي مثلا الشركاء، عندي المتحدثين، عندي الحضور، عندي صاحب الحدث، وعندي فريق العمل. لو تشوفون الجدول اللي نستخدمه الان، هذا استخدمناه في مشروع التاكسي قبل اسبوعين. شوف من كان اصحاب العلاقه، من هو صاحب الحدث؟ سمو الامير، امير منطقه الشرقيه. طيب كيف نتواصل معه؟ والله عن طريق رئيس المراسم. على فكره هذا الحدث تم اداره الحدث هذا عن بعد فعليا، يعني ما نزلنا ولا جينا الاماره الا اثناء الحدث، بس ساعه واحده. وقت الاحتياج اثناء الحدث. طيب ما هي المصلحه؟ 100%، لانه انت اصحاب العلاقه في منهم منه 50%، في منهم من اقل في المصلحه من هذا المشروع، وفي ناس من يؤثر على المشروع، في ناس لا ما يؤثر على المشروع. جميل. التوقعات، ان نتوقع صاحب الحدث يتوقع ان يدعم ابناء الجمعيه. المتطلبات، ان عشان نحضر للاماره ومقابله الامير وجه لوجه. هذه من ضمن الاشياء اللي نسويها ما قبل الحدث، تبني جدول تضع هذه الأمور. إلى الآن لازلنا إدارة الحدث عن بعد. كذلك ما في متحدثين هنا، الشركاء كذلك. كان عندنا أكثر من 6 شركاء. الراجحي، المجدوعي، ولا راية، كريم. فعلياً ما نعرف أحد، يعني لم نقابلهم face to face حتى أثناء الحدث، يعني لأن أثناء الحدث يعني تشرفنا فيهم. هذا أصحاب العلاقة. فأصحاب العلاقة كما ذكرنا من الأشياء الأساسية، من العشرة التي تدعي الـ B&B. جمع المتطلبات، بعد ما عرفنا الأصحاب أو الأصحاب العلاقة، جمع المتطلبات. لماذا هذا الحدث؟ ومتى هذا الحدث؟ وأين مكان الحدث؟ ومن المستهدفين؟ وكم عدد الحضور؟ لأنه مثلا قالوا عند الأمر ترى 35 شخص. خلاص عرفنا الشخصيات الرئيسية، التكلفة الأساسية، ما هي المعوقات؟ هذه الأشياء تذكرها. ولازلت أكرر، لازلنا عن بعد. كل هذا استخدمنا إدارة الاتصال، تليفون، إيميلات، استخدمنا الواتساب في هذا الأمر فقط. جينا هنا نبي نحدد النطاق وتقسيم النطاق لحزمة أعمال. قلنا خلاص لجنة الإعلام مسؤولين عن الموضوع، لجنة الاستقبال، لجنة إعداد برنامج الحدث، ولجنة الضيافة. ترى على فكرة عندما أضع هذا الأمر ليس أنه أحصر هذا الموضوع في هذا المجال أبدا، لا، تستطيع أن تخرج إلى 6 و7 و8. بس بناء على الـ B&B أنه يفضل ما تنزل أكثر من 4 في المستويات. هذه يسمونها W BS Work Breakdown Structure، تقسيم الأعمال. فقائمة الحضور، إرسال الدعوة. خلونا نروح على جدول أعمال الحدث. هذا الشيء المهم اللي أنا يهمني، جدول أعمال الحدث. مثلا خلني أذكر أنه قلت أنا المسؤول عن جدول أعمال الحدث. لازلنا في إدارة ما قبل الحدث، في تقسيم حزمة العمل إلى مهام. رحنا الآن نقسم الأعمال. فعندي مثلا والله عندي الجمعية التعاونية ألف، وعندي الجمعية التعاونية باء، عندي مثلا شركة ألفا، وعندي الجمعية التعاونية ألف. فعندي المهام، من هو المسؤول عنها وحالتها. طلع الفكرة إلى الآن لازلنا عن بعد، وكل هذا نتصل، لأنه فيه عندنا في إدارة الاتصال نستخدم يعني اسم الشخص، أصحاب العلاقة، وما نوعية التواصل، ما الذي يفضل في التواصل. جميل. يعني هذا الملف مهندس علي ممكن يكون كملف مثلا اكسل شيت مثلا على الجوجل دوكيومنت مثلا بالضبط. مشترك يعني بجميع مع جميع اعضاء الفريق يعني بالضبط. اذكر لك مثال، ان خلال يمكننا بامريكا، تعرف ان يمكننا طلاب كان عندنا شغف في اداره الحدث، كان عندنا شغف في المبادرات، ولكن تعرف ان الطالب عنده في شحف الموارد الماليه، فكنا نبحث عن تطبيقات مجانية وفي نفس الوقت يعني لها اسمها في السوق.
في إدارة الحدث. وبالفعل استخدمنا في أشياء كثيرة خرجنا بها من أمريكا بخصوص التقنية. فمثلا الإكسل شيت ترى ما يكلفك أبدا، شوف تخرج بالكم الهائل من المعلومات، بس بعد ما تخرجها يجب عليك أن مثلا أن تشارك هالمعلومات وأن تشاركها في جوجل درايف مثلا. نعم. حتى يتيح للفريق أن يطلع عليها ويعرف وش حالة المشروع أو حالة المهمة، ممكن يشارك فيها برضه، يعني يعدل يحرر فيها بالضبط. إذا صلاحية بالضبط. فهنا مثلا يحتاج إلى والله المهمة الأولى خلصها عشان أنا أخلص الثانية أبدأ فيها. فهذه مثلا ما حزمة العمل إلى المهام. طيب كما ذكرت لنجاح إدارة الحدث يحتاج أنك تبحث عن فريق. فأذكر بتبوك كان من ضمن الأشياء المهمة جدا مثلا في إدارة الحدث، كنا نحتاج إلى فريق عمل يقوم بهذا الحدث. فحددنا المهام، حددنا الاحتياجات، حددنا كل شيء، وحددنا كم نحتاج إلى شخص. فأذكر الفريق اللي في تبوك ذكر لي قال كم تحتاج من شخص، قلت أحتاج 15 واحد. قال وش المهارات، قلت 1 2 3 4 5 6، فأعطيته إياه. وكان أمر مرة سلس جدا وريحنا كثير، خلاص عرف المهام وانتهينا. فهنا إدارة الفرق عن بعد، في عندي خمس أمور أنا أسميها النجمة الخماسية، هذه مهمة ترى لازلنا إلى الآن ما قبل الحدث. عندي التواجد، بمعنى التواجد بما أن يعني أنا مثلا بعيد وهم في تبوك، أحتاج أنه أتواجد معهم على طول، تليجرام، واتساب، أي مشكلة، أي عائق واجهتهم يكون مدير أو مدير إدارة الحدث يكون موجود، أو مدير المشروع لازم يكون موجود. كذلك المنصة الإلكترونية، المنصة الإلكترونية مهمة جدا كما ذكرت أخوي محمد. كنا مثلا عندي جوجل درايف أو تريلو أو جي سويت، جوجل درايف، جوجل فور أبس فور وورك، هذه من ضمنها المنصة الإلكترونية مهمة جدا. طيب المنصة الإلكترونية يجب علينا في بداية الحدث تحدد خطة الاتصال، أنه والله ترى بنستخدم 1 2 3 4. القوانين والثقافات ترى مهمة جدا، يعني مثلا الآن اللي صار صلاة العشاء صح ولا لا؟ نعم. في ناس صلت العشاء، يعني لازم نراعي الوقت. كذلك الثقافات مهمة جدا. بناء الاحتياجات هنا كذلك، عشان تحتاج كما ذكرت لكم والله أنا عندي 15 شخص أحتاج بالمهام، بناء على توزيع المهام. بناء الفرق كما ذكرت، يعني تحت يعني بناء الفريق. أول شيء البي ام بي ذكر نقطة مهمة جدا، أن بناء الفرق عندما تبني فريق يجب أن يكون هناك في ثقة بين الفريق، في إيمان أنه هذا الهدف حق يتحقق. كل إنسان وله أجندته، كل إنسان وله هدفه من هذا الموضوع، ولكن أن يكون الهدف العام مشترك حتى يحقق الفريق هذا الأمر. وهذا مهم جدا في إدارة الفرق عن بعد، لأنك أنت تتعامل مع أشخاص من خلف الشاشة ما تعرفهم، فقط تعطيهم المهمة ويقومون بإنجازها، ولكن تستطيع أن يعني يكون هناك ثقة، أنا أسميها ثقة عن بعد في إدارة المهام. ولكن في أمر مهم جدا، في شيء اسمه مراقبة الفريق. مراقبة الفريق يعني مثلا أعطيت المهمة أسبوع تأخر عليك، أعرف الأسباب، ما هي الأسباب؟ والله يمكن الأسباب من ضمن الأسباب أنه ما وصل له المعلومة بالشكل الصحيح. تذكرون البريد الإلكتروني ما أخونا سامي. فهذه أمر مهم في إدارة الفرق عن بعد. وكذلك لازلنا إلى الآن في إدارة الحدث ما قبل الحدث، إدارة الاتصال بين الفرق عن بعد. كما ذكرت أنه يتم التواصل مع الفرق التي تعمل عن بعد، يعني مثلا أنا عندي فريق وعندي فريق. فلو أرجع مرة ثانية هنا، فعندي المسؤول عن الجمعية التعاونية، عندي شركة ألفا والجمعية التعاونية ألف، في تواصل بينهم، لازم يكون في تواصل، لأن كلهم مسؤولين عن هذه المهمة. فلازم تحدد آلية التواصل ولازم تراقب هذا التواصل. جميل. المتابعة والتحكم كما ذكرت لكم، في متابعة وفي تحكم، وتعرف عن طريق الأبليكيشنز الكثيرة جدا، يعني يعطيك نوتيفيكيشن تنبيه بأن هذه المهمة تم التأخر، يعني ما وصل الوقت المحدد.
يعني ممكن المهام يعني تربط يعني حتى مثلا بأبسط شيء اللي هو تقويم جوجل مثلا. بالضبط يعني الابس فور ورك اللي يجسد اشياء كثيره والله يعني تستطيع فيها المايل تشيم. وفي عندك سوهو بروجكت, سوهو بروجكت مره جدا يعني يحتاج فقط ايميل الشخص ويعطيه يرسل رساله انه والله عندك مهمه هذه الفلانيه مدتها مثلا اسبوع نحتاج من كذا اسوي كذا. اذا عندك معوقات شاركنا بالمعوقات والصعوبات التي تواجهها. اذا اعتقد انه استاذ مهندس علي انه يشترط في اداره او الفريق اللي راح تشكله في الحدث او اداره الحدث عن بعد لازم يكون عنده خلفيه التقنيه جيده, يعني ما ينفع يكون واحد ما يعرف يستخدم الاشياء التقنيه هذه بشكل جيد يعني, ولا قد يواجه فريق العمل مشكله. صح ولا جميل. لا هذه كانك ترجعني للقاعده اللي انا ذكرتها هنا, متابعه والتحكم بالتواصل. يمكن الانسان ما يعرف يستخدم الابلكيشن فيحتاج لك انك في تدريب, تعطيه تدريب بشكل مبسط في مثلا اليوتيوب, تعطيه رابط تقول والله شوف استخدم اليوتيوب حلو وتركز عليها اكثر. جميل. زي ما انا ارسلت لك يا مهندس على الفيديوهات حق استخدام الزوم يعني, مع انك اتوقع انك ما شاء الله يعني تعرف تستخدمها, لكن انا من الاشياء اللي هذه مهمه جدا اللي ذكرتها لموضوع التدريب, وان الشخص عندنا في منصه تزامن اي مدرب او اي محاضر يحاضر معنا في منصه تزامن قبلها نرسل له مجموعه من مقاطع الفيديوهات التعليميه تشرح استخدام مثلا منصه زوم اللي احنا نستخدمها في تزامن. فهذه من الاشياء, لاني افترض انه الشخص هذا قد ما يكون عنده خلفيه عن المنصه هذه, ما يعرف كيف يستخدمها, مع انه بعضهم في الغالبيه يعني خلفيتهم التقنيه جيده يعني, لكن من باب انه كيف يعمل مشاركه للملف, كيف يرد على الشات, كيف يضبط اعدادات المايك, فهذه نرسلها له في بدايه يعني كل قبل الحدث اللي معانا زي حدثنا الليله يعني. استاذ محمد انت العمليه اللي قمت بها هذه من ضمن العمليات اللي يقرها البي ام بي اللي هي الديفلوب التيم من التريننج التدريب. وانت الان شوف تعمل باحد عمليات البي ام بي. جميل. فهذا السبب انه لماذا البي ام بي في اداره الحدث, لان ما شاء الله منهجيه كامله لم تاتي من فراغ, بل كان في اكثر من يعني من الخبرات ولا اصحاب لهم باع طويل في اداره المشاريع وخرجوا بهذه المنهجيه الصحيحه. فهي عبارة عن خبرات أتت من سنين وأعوام قاموا بها مدراء المشاريع. جميل. ممتاز. بهذا الأمر. طيب أثناء الحدث, ما أدري إذا ننطلق أثناء الحدث. طيب أثناء الحدث حددنا كل شيء وخلاص وقبل الحدث والمهام. الآن في هذا اللي تشوفونه الآن مصمم استخدمنا هذا التصميم اسمه درو آي اللي بجوجل درايف, بسيط ما يكلف ولا شيء يعني مجانا, اللهم حساب يكون عندك بجوجل درايف. فمن خلالها لو تشوفون هذا أثناء الحدث استخدمنا أكثر من شيء, أكثر من عملية. العملية الأولى أول شيء حددنا لكل مثلا عملية حددنا الوقت بين, كيف تعرف أنه هذا العرض يحتاج مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة؟ هذا من أصحاب الخبرات يعني هم اللي يديرون الحدث, هل يتوقع العرض 10 دقائق ولا 5 دقائق. حنا استخدمنا مبدأ إدارة المخاطر, بمعنى أنتم دائما أكيد تعرفون هذا شكل, أتوقع 100% الجميع يعرف أنه دائما في إدارة أن الوقت يتأخر وأنه زيادة وأن لو سمح دقيقتين أو ثلاث باقي بخلص, دائما في إدارة أو في العروض مثلا. حنا وضعنا مبدأ 5 دقائق في كل حدث زيادة حتى نخرج بالوقت المحدد. فمثلا العرض الأول مثلا 10 دقائق أو 5 دقائق, أضافنا دقيقتين أو 3 دقائق في الموضوع هذا حتى ما نقع في إحراج ولا نشارك لأصحاب مثلا صاحب العرض الأول, ما نشارك أنه نقول والله ترى 7 دقائق دقيقتين ترى خلينا, لا نقول 5 دقائق ترى حدك 5 دقائق لا تتجاوز 5 دقائق أبدا. بس داخليا حنا كإدارة حدث ما نعلن لها عنها حتى ما نقع في إحراج. فالرسم هذا مو قضية أنك فقط ترسم متواضع, لا وتشارك فيها الناس يعني مثلا وتوزع المهام. فمن خلال المهام تعرف أن كل مهمة وش تحتاج. مثلا العروض والله تحتاج إلى محتوى, فالمحتوى يحتاج مثلا فريق التقنية,
التقنية لازم يكون جاهز في الموضوع هذا، كما ذكرت أخوي محمد في مثلا الزوم، هل سألتني تقول عندك عرض ولا لا؟ ترى على فكرة وأثناء الحدث هذا أرسلناه قبل الحدث، يعني هذا تم إرساله قبل الحدث، يعني فعليا كم كان الوصول مجلس أعضاء الإدارة؟ 10:30، والشركاء مثلا 11:15. أنا فعليا أنا متى وصلت عشان بس أقول إدارة الحدث، أنا متى وصلت؟ أنا وصلت الساعة 11 بالضبط. شوف كيف 11 والأمور تماما ماشي مثل ما خطط له، لأنه كلنا عارف مهامه وكلنا عارف طريقة الخطوة الثانية أو المسار. ذكرتني أستاذ مهندس علي، أنا كنت مسؤول عن إدارة حدث مؤتمر يعني قبل سنوات تقريبا، يمكن قديم هذا الكلام، يمكن 2007. فكان هو مؤتمر لإحدى الجمعيات في فندق قصربها، فكنا المسؤولين عن الحدث 3 أشخاص فقط، يعني أنا وأحد الزملاء والمسؤول الدكتور المسؤول عن الحدث أو مدير المؤتمر. فأذكر حنا ذاك اليوم رحنا من بعد الفجر، صلينا الفجر ورحنا على طول الفندق يعني، فما كان فيه التقنيات الآن الجديدة ولا كان الفكر اللي موجود الآن وإدارة الأحداث. المفروض أن كل شيء يكون جاهز وبشكل إلكتروني، وبشكل حتى موضوع طباعة الشهادات، تسجيل المتحدثين، الناس يجون خلاص مسجلين جاهزين عن طريق الموقع. فاختصرت كثير من الوقت والجهد حقيقة الموضوع استخدام إدارة التقنية في إدارة الأحداث وإدارة الأحداث عن بعد. هذا يرجعنا أستاذ محمد لأخونا الأخ زميلي سامر. لو كان سامر الآن كان حقق وحصل على أنه يكون نائب رئيس لجنة تسويق المعرض وهو في البيت، ويكون يديرها بشكل كامل هذا الموضوع. أذكر كذلك في تبوك، يعني هذا مثلا مخطط في تبوك، يمكن أن تبوك يعني ما كان، أنه صراحة أنا ما نزلت عشان يعني أقول أتأكد أنه لازم يكون أشوف الحدث لازم، لا والله يوم نزلت أنه في كل شيء بالضبط مثل ما كان، يعني ما نقصر الأخوان هناك صراحة. جميل. لأنه خلاص متابعة دائما، المتابعة، الاتصال، التواصل، تأكيد الرسالة، لأنه عندي خمس أنواع: الرسالة، المرسل، والرسالة، والمستقبل، والفيدباك من هالرسالة، وفهم الرسالة. هذه 5 أساسيات في التواصل، فإذا سقط واحد منها كان في تشويش أو في مشكلة في الاتصال. فإدارة الحدث كما أثناء الحدث في البي ام بي دائما تقضي وقت في التخطيط، في البلانينج، في التنفيذ ترى بسيط، التنفيذ ما ياخذ، التنفيذ فقط مراقبة وكذلك تطوير من أداء الفريق، ولا ياخذ منك وقت. إذا خططت صح الأمور تكون سلسة مرة جدا معك. التخطيط يسبق الحدث بالتأكيد. بالضبط. فالتخطيط مرة مهم جدا، وكذلك إدارة المخاطر من ضمن التخطيط. المخاطر كما ذكرت لا يأتي في التنفيذ ولكن يأتي في التخطيط. العملية الوحيدة التي يحدث في التنفيذ هي يسمونها الـ Implemental Response Planning، الـ Risk Response، أو الـ Implemental Response حق الـ Risk. العملية هذه الوحيدة اللي في التنفيذ تحصل إذا صار في خطأ، إذا صار في أن الخطر وقع. جميل. ولا التعريف بالمخاطر، تقييم المخاطر، أهمية المخاطر، وضع خطة بديلة للمخاطر تحدث في أثناء التخطيط. طبعاً أستاذ مهندس علي، إحنا لما نتكلم عن المنهجية هذه، هي ليس شرط أن هذا الحدث يكون حدث كبير وضخم على أساس نتبع في هذا المنهجية. يعني أعتقد أنه هذا المنهجية ممكن نطبقها حتى في أعمالنا اليومية، في مثلاً في الدورة التدريبية أنا أقدمها، مثلاً في لقاء علمي أسويه في الكلية اللي أنا أدرس فيها، مثلاً في اجتماع لفريق العمل عندي، ممكن أتبع هذا المنهجية حتى على مستوى الأحداث البسيطة. وزي ما ذكرت أنت في البداية أنك هذه المنهجية حتى ممكن تطبقها في حياتك الشخصية. بالضبط. أنت أستاذ محمد أنت لمست شيء، أنت قرأت كتاب البي ام بي ولا لا؟ ما شاء الله عليك، يعني واضح الأمور كلها. يعني كتاب البي ام بي، يعني مثلا ما طبعا من كتاب البي ما هو قدامي عشان أنقش منه يعني.
لكن لا مهم جدا. انا اخذت دوره البي ام بي هي قبل سنوات حقيقه، يعني عندي خلفيه بسيطه عن المنهجيه هذه، يعني ما هي ليست طيب. دوره واحده فقط، يعني كانت دوره تعريفيه فقط المنهجيه، لكن ما حصلت على الشهاده يعني. طيب أذكر لك، ذكرت أنت أنه المنهجية هذه ما نطبقها كلها، المنهجية فيها 49 عملية، فأنت ذكرت شيء موجود جديد في الطبع في النسخة السادسة، يعني تفصل الثوب اللي تفصله بناء على المشروع هذا، صغير كبير تفصله، فال 49 عملية ما تستخدمها كلها حسب الاحتياج يعني. بالضبط بالضبط. فهذه هذا كما ذكرت انت، اذا كان بعضهم لما يشوف الرقم هذا يعني يمكن يخاف، يعني يقول ايش 49، الموضوع يمكن يكون ابسط من كذا بكثير يعني. جدا جدا جدا، هو بناء على انت ما يعني بناء على احتياجك هالمشروع، لانه اهم شيء في اداره الحدث هي 5 اشياء كما ذكرت: الوقت او المده المحدده، التكلفه، رضا العميل تحت يكون تحت او انه يكون ظل تحت ظل الجوده المتوافقه مع الشركه ومع العمليه ومع الحدث، يعني مقبول فيها. كذلك النطاق، النطاق المقبول، الهدف من انشاء الحدث، يعني مثلا عندي مثلا حق الجمعيه مثلا كان الهدف هو تسليم المفاتيح وتوقيع الاتفاقيات وتكريم الشركاء، هذه 3 اشياء، وتقديم هديه وصول جماعي. شوف عندي 1 2 3 4 5، هذا الاهداف اللي بنخرج منها. طيب تخيل انه والله صار توقع الاتفاقيه وتكريم شركاء وتقديم الهديه وصول جماعي، بس ما صار في ان سمو الامير ما سلم المفاتيح، ما استفدنا صراحه، هذا انا اعتبره فشل في الحدث. ليش ما سلم المفاتيح؟ والله ما كان في وقت مثلا. ليش ما سلم المفاتيح؟ والله مثلا صاحب الحدث ما كان موجود. طيب ليش ما ذكرته في الخطر بإدارة المخاطر؟ مثلا ما سلمت المفاتيح، والله مثلا الأبناء ما كانوا موجودين. طيب ليش ما وضعتهم أصحاب العلاقة أهميتهم؟ هذه أسميها أهداف المشروع أو أهداف الحدث. طيب هذا قلت أهداف المشروع. في أهداف تنفيذ العمل، مثلا لو تشوفون توجه مع سمو الأمير المنطقة إلى البهو للاطلاع على المعرض التعريفي. المعرض التعريفي هو عبارة عن مهمة عمل يقوم بها العلاقات العامة والإعلام، فهذا نسميه هدف، ولكن ليس هدف المشروع، ولكن هدف لتنفيذ العمل. فيقومون بتجهيز المعرض، بروشورات، البنرات، أمور كثيرة كما ذكرت لكم. جميل جميل. طيب بعد ما سوينا أثناء الحدث، في بعد إدارة أثناء الحدث، في ما بعد الحدث. بعد الحدث أسميها الـ closing project. دائما بعد الحدث هو عبارة عن يعني تعرفون الإعلام، الصور، نشر، كتابة مثلا مقال عن هذا الأمر، عدة أمور كثيرة ما بعد الحدث. يعني مثلا توقيع الاتفاقيات، مثلا تم توقيع الاتفاقيات 5، شو اللي صار؟ انه لازم إن بعد ما وقعنا اتفاقيات اخذنا الاتفاقيات ثم قمنا بارشفتها وكذلك ارسالها لجميع الاطراف الشركاء، هذا ما بعد الحدث. الصور الجماعيه مثلا استفاد منها العلاقات العامه والاعلام في هذا الامر. كذلك يسلم سمو الامير مفاتيح للابناء، تم تسليم المفاتيح، ولكن السيارات وين؟ السيارات برا، هو يعني كان يبغى لها، أخذنا يوم بس ثم سلمنا اليوم الثاني فأعطنا إياه، هذا ما بعد الحدث. ففي أمور دائما يأتي ما بعد الحدث، يعني يكون كأكتيفيتي ليست، كعبارة عن مهام تتأكد من حدوثها بعدها. كذلك في شيء اسمه فرص التحسين، فرص التحسين ما بعد الحدث، يعني وش الأشياء، وش المشاكل اللي صارت أثناء الحدث. فرصة التحسين ترى عندنا في البي ام بي يسمونها listen learned. جميل. فالlisten learned هذا مرة مهم جدا، انك نتعلم من ما حدث وكيف نحسنها في المرات القادمة. هنا حتى لو تلاحظون كذلك، هنا مثلا في تبوك، هنا مثلا الأسئلة المداخلات، تسليم الشهادات، هذه الأمور ما كان فيها كثير، ما اللهم كان فيها عبارة عن تقرير فقط، تقرير وبعد الحدث.
في هذا الأمر. فما بعد الحدث هو عبارة نسميها إغلاق المشروع وإغلاق المشروع للحدث، وفعليا وخلاص نستفيد من ما تعلمنا منه. كما تلاحظون ولا في أمر من خلال أو إدارة الحدث ما قبل وأثناء وبعد احتاج شخصيا أنك تكون موجود، ما يحتاج أبدا إذا وفقت بإدارة الفرق عن بعد. يعني الفريق هو اللي يقوم فيه، يعني مثلا مهام فجر الحياة الجمعية التعاونية، هذا كل فريق يستطيع أن يقوم بهذا المهام. طيب كيف يعرف بهذا المهام؟ عن طريق كانت تحدد الاحتياجات، ثم الحزم العمل، ثم بعد حزم العمل المهام. فتقول والله مهمتك ألف مدتها مثلا 3 أيام، أحتاج منك تكون مصمم، أنت مصمم جميل، نفذ لي هذه العملية. فهذا مجمل في إدارة الهدف عن بعد وأهميته في إدارة الفرق. يعني ما زي موضوع حتى الفريق كامل مهندس علي، أعتقد أنه ما هو شرط أنه برضو يكون متواجد معك، حتى يعني زي مثلا المصممين المعدين مثلا، هذه الأشياء ممكن حتى ما يكون موجود حتى في المدينة في المنطقة، يعني ممكن تطلب منها تصاميم الأشياء هذه يسويها عن بعد مثلا. بالضبط وبالتالي توفر يعني كثير من التكاليف، وأنك توظف واحد أو شيء ممكن يعني يكون في عقد خاص بهذا المؤتمر وبهذا الحدث. يعني صحيح، فهذا يأتي كما ذكرت بيحتاج الاحتياجات، وتعرف أهم شيء أنه لازم لا ننسى النجمة الخماسية في إدارة الفرق عن بعد، خاصة كما ذكرنا لكم يعني سابقا، يعني مرة مهمة جدا هذه الأمور الخمسة في الاحتياجات وبناء الفريق والثقافات والتواجد. معلش لو تعيد موضوع يعني التواجد، يعني إيش المقصود بالتواجد بالتحديد؟ يعني طيب مثلا أنا أذكر لك ذكرنا أنه من ضمن القوانين اللي وضعناها خاصة أنه عن بعد، يعني إيه خطة الاتصال، ذكرنا أنه مثلا طلبنا مثلا يعني مثلا نقرر على شغلة معينة في تحديد المكان، مثلا أنا أتكلم عن أعضاء الفريق، فذكرنا أنه من ضمن الخطة مثلا أنه خلال 24 ساعة إذا لم ترسل بالموافقة بنعم أو لا سوف نتخذ القرار أنه خلاص يكون صوتك غير يعني غير تصنع أكاونت في الموضوع هذا، يعني غير محسوب. فالتواجد هنا تضع مثلا قوانين أنه والله خلال 5 ساعات لازم تشيك على التليجرام مثلا، كل 5 ساعات تكون موجود. مثلا التواجد مثلا يذكر انه لازم مثلا الاتصال التليفون، يعني شوف الاون كول مثلا، الاون كول على طول هذا تواجد، في اي وقت ادق عليك ترد علي، ويستخدمونها الشركات الان في الاون كول تحت مظله التواجد، يعني اذا لقيتك يعني اذا دورت عليك القاك. هذه بالنسبه للتواجد، في عندنا برضو في التعلم الالكتروني اللي هو موضوع التواجد هذا بالنسبة للمقررات الإلكترونية. في أحد النقاط المهمة في التعلم الإلكتروني أو في المقررات الإلكترونية، وخاصة أن الطلاب ما هم موجودين معك في القاعة، هم عن بعد، فلازم أنهم يشعرون الطلاب بتواجدك معهم، يعني فيكون في آلية للتواجد هذا. يعني كيف يشعرون معكم بتواصلك معهم؟ من خلال التواصل عن طريق الإيميل، من خلال الإعلانات اللي ترسلها لهم، من خلال الأداة للمهام، متابعته للمهام اللي توكل للطلاب، الفيدباك اللي يعطيهم إياها، والتغذية، ودخولهم معهم في منتديات النقاش مثلا في المقرر الإلكتروني. كل هذه هي تعبر عن تواجد عضو هيئة التدريس مع طلابه في المقرر الإلكتروني. فبعتقد أنه نفس الفكرة في موضوع الفرق العمل، أنه مدير الفريق يعني دائما يكون متواجد معهم، يشعرهم بوجوده، بمتابعة لهم، بأنه موجود، يكون في أخذ ورد سواء بأي وسيلة التواصل مع مثلا سواء كانت عن واتس أب أو التليجرام أو غيرها. فكل هذه أعتقد أنها تؤدي لهذا المفهوم. بالضبط صحيح كما ذكرت، صحيح. ففكرة التواجد كما ذكرت سواء كان في مجال التعليم أو في مجال إدارة الفرق عن بعد أو إدارة الحدث أو حتى كذلك في إدارة المشاريع، أنا أسمي الحدث هو إدارة المشروع. وبناء على كما ذكرت خطة الاتصال تضع فيها القوانين هذه الرئيسية، مهمة جدا.
وطبعا في هنا الان النقاش مفتوح بالنسبه للزملاء والزميلات اللي معانا عن طريق الشات، اذا حد عنده اي سؤال للمهندس علي البنهار المتخصص في اداره الفرق عن بعد والاحداث عن بعد، اي سؤال ممكن انه يطرح الان عن طريق الشات، فنرحب بجميع الاستفسارات اللي ضيفنا هذه الليله. طبعا في احدى الاخوات اعتقد او شمس ذكرت اذا ممكن تمدنا بالبرنامج البرامج التي تساعدنا في التخطيط. ممكن اي التطبيقات كما ذكرت، في تطبيقات كثيره جدا يعني ما شاء الله تبارك الله في البحر الان، مثلا يعني جوجل ابس في التطبيق، في عندك تريلو مره كويس تطبيقات تستخدم، عندك زوهو بروجكت اللي علامه صح، السلاك مره مهم جدا، جوجل درايف. التخطيط ترى شيء بسيط، يمكن تسهل عملية أنك تضع التخطيط كإكسل شيت وتوزع المهام، ولكن عندما تقول التخطيط في مبدأ البي ان بي دائما الناس تخطئ أنه التخطيط هو عبارة عن بلان، والله أنا بخلص من هنا ثم أنطلق هنا ثم أروح لكذا، هذا في البي ان بي هذا ما يسمى تخطيط. صح أنه يسمى تخطيط، هذا يسمونه في البروجكت يسمونه في التشارتر في إدارة، لا مش تشارتر، في عندك في إدارة التخطيط البي ام بي يسمونه بروجكت مانجمنت بلانينج. البروجكت مانجمنت بلانينج التخطيط يستخدم أشياء كثيرة، يعني مثلا خطة الاتصال هذا واحد، هذا في التخطيط ترى على فكرة. خطة الاتصال معناها أنه ما هي الآلية، التواجد لازم يكون أقل من 24 ساعة، استخدام التليجرام مثلا، يكون الجوجل درايف وشيرينج نولج، هذا عبارة عن تخطيط، هذا واحد. التخطيط الثاني مثلا تخطيط الفرق عن بعد، انه والله احتاج مثلا ان يكون عندي مثلا مهاره معينه، الا مثلا يكون اعمار الاشخاص اللي يعني احتاجهم مثلا يكون مثلا خريجي الجامعه، هذا من ضمن التخطيط. ثلاثه تخطيط اداره المخاطر، انه والله عندي المخاطر الفلانيه 1 2 3 4، انه كيف اتعامل معها، كيف بناء عليها كيف اقسمها على مدى اهميتها، كم الميزانية المحددة إذا حدث المخاطر، كم يحتاج من مبلغ يرصد لها المخاطر، هذه كلها التخطيط. في الأخير نخرج بشيء اسمه Project Management Planning في التخطيط. أتمنى أن نكون واضح إن شاء الله. مهندس علي، في سؤال الأستاذ علي القباطي يقول يعطيك العافية، ليش تعطينا نبذة عن دورات المعتمدة في البي ام بي وعن أهميتها وكيفية الحصول على الشهادة هذه؟ طيب جميل، هذا دورات البي ام بي المعتمدة. الدورات البي ام بي المعتمدة فيه الأخوان ما شاء الله تبارك الله السوق مليان في اللينكدين تلقاهم. طيب خلنا أرجع مرة ثانية دقيقة، خلنا أرجع من البداية، أنا ذكرتها عندكم هنا هنا، ما هي متطلبات الحصول على الشهادة؟ هذا البي ام اي. اذا حصل على شهاده جامعيه يحتاج منك 4500 ساعه في اداره المشاريع، يعني 3 سنوات، وحضور دوره اداره المشاريع 35 ساعه. ف 35 ساعه موجوده الاخوان ما شاء الله في اللينكدين، ولا تكتب ابى احضر دوره 35 ساعه، موجودين في الرياض في الشرقيه، واسعارهم تتفاوت، يعني في ناس ب 1000 ريال، في ناس ب 1500، في ناس ب 4000، فكل يعني على حسب ما يقدمه. بعضهم مثلا 4000 يقول أنا بعد الدورة هذه أنا بسوي متابعة معك شهرين. أنا شخصيا الدورة حتى في اليودمي، التطبيق اليودمي يا أستاذ محمد، اليودمي مثلا الكورسيرا أو تطبيقات دروب مثلا، ترى في دورة إدارة مشاريع يعطيك 35 ساعة ومعتمدة، يعني ومعتمدة تحضرها 35 ساعة، ولكن هذا عشان تحصل على الشهادة أول شيء تحضر الدورة، هذا واحد. اثنين، لازم تخلص 4500 ساعة في إدارة المشاريع وتقدمها عن طريق موقع البي ام اي. بعد ما تقدمها على البي ام اي تروح تدفع مبلغ. اذا دفعت المبلغ النظام في حركه في البي ام اي، اذا يقوم النظام بالاختيار عشوائي، اذا وقع الاسم عليك فانه يجب عليك ان تثبت انك قمت ب 4500 ساعه في اداره المشاريع، بمعنى انك تروح لمدرائك وتحتاج منهم التوقيع وترسلها للمقر في بنسلفانيا بالولايات المتحده الامريكيه انه والله قام. وبعض المرات لا خلاص انه اوكي النظام لم يختارك للادت،
للتشيك وخلاص، يعطيك موعد الاختبار تروح تختبر. الاختبار مدته 4 ساعات. بكون معكم صريح أن الاختبار يحتاج إلى جهد صراحة، يعني يحتاج إلى فهم ودراية بهالموضوع. في كتب كثيرة، أنا في كتاب مرة جدا إذا كان لغتك الإنجليزية جدا كويسة، أنا أقترح كتاب ريتا، موجود مكتب جرير ب499 ريال، جدا 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 كويس، مرة كويس. شهرين إن شاء الله، شهرين وتكون فيها يعني، وشهرين كافي لك للتحضير الاختبار ثم تسجل. الاختبار الإلكتروني صح؟ الاختبار الإلكتروني أيوة، في أحد المراكز المعتمدة الاختبار. فين إيش المراكز المعتمدة اللي ممكن يقدم؟ موجود البي ام اي، إذا أنت قدمت عليهم وخلاص ودفعت وتم اختيارك، يعني ما وقعت تحت مجهر الأدت إنه أنك تثبت المشاريع، يعطيك يقول وين الموقع اللي تحتاج، يعطيك المواقع فتختارهم أنت، معتمدة من البي ام اي. جميل، سهلة يعني. أعتقد في الدورات اللي حياخذها سواء الحضورية الفيس تو فيس أو الإلكترونية، الدورات هذه اللي حياخذها في اللي هي تقريبا 35 ساعة، أعتقد برضو من ضمن الأشياء اللي يذكرونها آلية التقديم على الموقع وكيفية الحصول على الشهادة وزي كذا، صح ولا لا؟ لا، ال 35 ساعة فقط عن طريق دروب بس. إذا أنت خلصت وأخذت الشهادة تسجل مثلا اسم الدورة والمكان أو الجهة اللي أقامت هذه الدورة وتسجلها في البي ام اي، إذا سجلت في موقع البي ام اي فقط تكفيك هذه يعني. الكتاب اللي ذكرته حق اللي يؤهل للاختبار البي ام بي ايش اسمه مرة ثانية؟ ريتا. ولا ريتا اسمه كتاب ريتا. ايوه كتاب ريتا. الاختبار باللغة الإنجليزية صح؟ الاختبار حتى باللغة العربية على فكرة، تقدر فيه. تدخل اختبار باللغة العربية. ممتاز. جميل. طيب هل الكتاب الريتا هذا في منه نسخة عربية مترجم؟ لا لا، ريتا لا أتوقع لا، اللي فيه بالنسخة العربية هذا، مرة هذا البي ام بوك، هذا الكتاب اللي الناس، في ناس البي ام حق ريتا تشرح هذا الكتاب، وفي ناس لا، أعرف ناس لا عن طريق هذا الكتاب عدوا ونجحوا. هذا الكتاب فيه نسخة عربية منه يعني. فيه نسخة عربية، نعم في نسخة عربية، هذا من البي ام اي. نماذج للاختبارات موجودة في الكتاب هذا، أو نظمنا نماذج الأسئلة اللي تجي في الاختبار. في شيء اسمه فيه أكثر الناس إذا يسوي إيش يسوي، إنه إذا خلص 35 ساعة وقدم وخلاص ويحدد الاختبار بعد شهرين يذاكر الكتاب، وفي شيء يسمونه الموك أو اللي يسمونه الاختبارات الافتراضية، يعني يجلس فعليا كأنه يختبر مدة 4 ساعات. ويقيس وين أماكن، ثم يعطيه الاختبار النتيجة ويحدد له أماكن الضعف أو الأماكن اللي يحتاج أنه يراجع أو أنه يقوي نفسه في هذا الموضوع أو أنه نالج عنده قليل جدا. كثيرة موجودة. فشخصيا أنا كل إنسان له طريقته في الدراسة والتعلم، بس أنا أقول ريتا والاختبارات الافتراضية في هذا الأمر، ولكن يحتاج كما ذكرت 4500 ساعة خبرة في إدارة المشاريع اللي هي 3 سنوات. هل في نسخة إلكترونية من هذا الكتاب على الإنترنت؟ إيه، في نسخة إلكترونية إذا سجلت في البي ام اي وصرت ممبر عضو في المنظمة ب $450 يعطيك هذا الكتاب نسخة إلكترونية. بس إنه الكتاب هذا إيه ما تقدر تعطيه شخص آخر لأنه يحتاج باسورد. هذا الكتاب. طيب في حد عنده أي استفسار الأخوان والأخوات اللي حاضرين معنا؟ فقط أحب أن أنوه في عندنا هذا الباركود، إحنا نستحدث فيه من حين لآخر أفضل للوسائل والطرق والتقنيات، يعني فأهيب الأخوان يعني الاستفادة من هذا المصادر المعلومات الإضافية. احنا من باب مشاركة المعلومة، sharing knowledge. يعني هذا الرابط فيها مجموعة من المصادر والمراجع اللي ممكن يرجعوا لها في إدارة الحدث عن بعد، يس، وإدارة الفريق. احنا نقوم بالتحديث من حين لآخر. جميل. في بعضهم يذكر طريقة التواصل معك يا أستاذ علي. في عندي الجوال، ما عندي مشكلة. التليجرام، أنا ترى ما عندي واتساب على فكرة.
فما أحب الواتساب أبدا، يضيع الوقت كثير. وبرضه كمان ما عندك حساب حتى على شبكات التواصل الاجتماعي؟ لا ما عندي والله، لأنه أجد أنه ليس قضية أنه مثلا نشوف الأمور إحنا ندير الحدث عن بعد، ولم يعني نحتاج إلى واتساب وإلى تويتر والأمور هذه كثيرة، فمبغى الشيء بيوصل له يعني. هو حقيقة الموضوع إدارة الأحداث عن بعد واستخدام التقنية بشكل هيوفر علينا، يعني أعتقد كثير من الجهد، حتى أعرف كثير من حتى شركات كاملة قائمة يعني موظفينها ما يدومون في مكاتب، يعني حتى أعتقد ما عندهم حتى مكاتب على أرض الواقع. يعني أشهرها الشركة اللي خلف برنامج أو نظام الووردبريس ايوه هو صحيح. اي ووردبريس، الشركه اللي قائمه عليها موظفين موزعين في انحاء العالم، يعني ما في اعتقد لهم مقر رسمي، او يعني مع انه فيها يمكن اكثر من 1000 موظف متوزعين في انحاء العالم ويتواصلون بشكل كامل عن بعد. وصار عندنا توجه العالم الان اصبح يعني في التعلم الالكتروني عن بعد، اداره الاحداث عن بعد، العمل عن بعد برضه. فيعني اصبح فيه توجه يعني كبير في الموضوع، حتى اني سمعت قبل فتره انه حتى في مجال الطب يعني تجرى بعض العمليات عن بعد. يعني في عمليه اجريت قبل فتره، يعني كان المريض في الهند، وكان الدكتور اللي عمل العمليه في امريكا، وطبعا الجهاز اللي هو عن طريق الجهاز زي الروبوت، يعني روبوت هو اللي عمل العمليه، والشخص اللي يدير الجهاز هذا في امريكا. يعني تخيل لأي مرحلة وصلنا وما ندري القادم ماذا يخفي لنا. يعني أعتقد أنه في يكون في تطور كبير في الموضوع هذا بشكل كبير جدا. ذكرتني صحيح كلامك 100%، وهذا اللي أنا توجهي لإدارة الحدث عن بعد بسهالة، يعني تستطيع أن تدير الحدث عن بعد. فكأنك ذكرتني بتبوك، الفريق كان جزء من جدة وفي ناس في الرياض وناس في الشرقية، وكان الحدث في تبوك. جميل، وأذكر أنه شكرنا الجاسر مدير حق الابتعاث حين ذاك، يعني انبهر من إدارة الحدث وكيف يعني قمنا بإدارة الحدث وحنا ما كنا متواجدين. حتى أنا شخصيا أول مرة أنزل تبوك صراحة. ممتاز. إذا لك كلمة أخيرة مهندس علي في ختام هذه الندوة الجميلة والرائعة اللي استفدت أنا حقيقة شخصيا فيها في هذا الموضوع، أعتقد برضو جميع الزملاء والزميلات الحاضرين معنا في هذه الأمسية الجميلة معك، أعتقد أنه مستفادوا بشكل كبير جدا من هذه المعلومات اللي أعطيتنا، من هذه الخبرات اللي أفدتنا بها. يعني فإذا عندك أي كلمة في ختام هذا اللقاء. أنا سعيد جدا صراحة، والشكر لكم أخوانا في تزامن على إتاحة الفرصة لي على نشر المعرفة، لأنه نشر المعرفة من الأمور اللي أنا أعتبرها الرسالة المحمدية اللي أرسلنا اللي نشر فيها الإسلام، أنه نشر المعرفة من ضمن الأشياء التي يجب على المسلم أن يتصف بها، فمهمة جدا أن ننشر المعرفة. فأنا تم الاستعداد لحضور أي دورة أو إقامة أي دورة، كذلك في إدارة الحدث، في إدارة أي حدث، تقديم الاستشارة في هذا الموضوع والمشورة، مستعدين جدا، فلأني أنا مهتم جدا في إدارة الحدث عن بعد في ظل الرؤية 2030 وتوجهها في إقامة المعارض والمؤتمرات. فنحن لكم كما ذكرت هنا الباركود مصادر معلومات إضافية، وفي أي وقت تحتاجون أو تواصل موجودين. ممكن تحط رقم جوالك على الشات دكتور مهندس علي، تكتب على الشات رقم جوالك إذا أحد حاب أن يتواصل معك شخصيا. شكرا لكم أيها الحاضرين الزملاء والزميلات اللي حضروا معنا في هذه الليلة، و حقيقة عمل التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد دائما تحاول أن تثري جميع الموضوعات. حقيقة ما حبينا إحنا نستأثر بموضوع التعليم فقط أو بموضوع التعلم الإلكتروني فقط، حاولنا هذه السنة إحنا نوسع
الموضوعات اللي احنا نقدمها عن طريق منصة تزامن، لتكون هذه المنصة مفتوحة للجميع، يعني في جميع التخصصات، سواء في مجال الإدارية، في مجال التقنية، في مجال التعليم، في مجال حتى الأمور الصحية ومجال الطب. إن شاء الله يمكن في الندوات القادمة يمكن يكون عندنا بعض الندوات اللي متخصصة في المجال الصحي اللي يهم المجتمع يعني بشكل عام. وأشكركم حقيقة، وأشكر جميع الزملاء والزميلات الحاضرين معنا، وتقدم بالشكر. طبعا محدثكم أخوكم محمد جار الله، مدير التدريب بعمادة التعلم الإلكتروني ومشرف على منصة تزامن. شكرا لحضوركم جميعا، ونسعد بتواصلكم في أي وقت. أنا راح أحط رقم برضو رقم جوالي، البريد الإلكتروني الخاص فيني على الشات، بعد أن أهني حديثي. اللي حب أن يتواصل معنا أو حب حتى أن يشارك في أي تقديم ندوة إلكترونية عن طريق منصة تزامن، فنحن سعداء، خاصة إذا كان هذه العنوان الندوة الذي يقدمها يعني عنوان يهم المجتمع ويلامس حاجات المجتمع ويلامس سوق العمل ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. شكرا لكم، ويعطيكم العافية، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.